مشكلة من المشكلات اللي بتضايق البنات والستات كتير. البنت بتكون تخينة، بتخس رجيم ودايت، وكانت رجعت تتخن وتخس تاني. طبعا السيدات كلنا عانينا من المشكلة دي في فترة الحمل وفترة الرضاعة، الستريتش ماركس او علامات التمدد الحمراء والبيضاء. ايه علاجها ونقدر ازاي اننا يعني نحسنها؟ طب اولا كده انا عايزه اجيب لكم من الاخر للاول الحاجات اللي انا هقول عليها في الفيديو هتحسن علامات التمدد او الاستريتش مارك، لكن مش هتعالجها كليا، لان كل دكاتره الجلديه بالاجماع قالوا ان علاج العلامات البيضاء في الجسم بتكون ايه صعبه جدا، لكن العلامات الحمراء علاجها سهل، او ممكن مع اتباع روتين معين في علاج العلامات الحمراء اللي بتكون موجوده في الجسم سهل قوي. اكتر مكان بيبقى فيه الاستريتش ماركس او العلامات التمدد الحمراء دي في منطقه البطن ومنطقه الارداف. بتحصل بسبب ايه؟ ان انا اكون رفيعه وادخن، او العكس اكون تخينه واخس. بس لما بتكوني رفيعه وتتخني، عارفين انتوا زي كده البالونه لما بنيجي ننفخها، يعني النفخه دي بتاعت البالونه بايه؟ البالونه بتتنفخ، لما ترجعي بقى تاني تفضي الهواء من لها تحسي ان في تشققات كده في البالونه. يعني انا فاكره ان انا مثلا في فتره ثانوي وبعدين الجامعه كنت فعلا رفيعه وتخنت، نتيجه التخن دي عملت لي في الارداف علامات التمدد دي. الاول فعلا كان لونها احمر او يعني ايه شوية كده، وبعد كده بدأت ايه تقلب على ابيض ايه بالراحة، بس مع الرياضة والمشي بصراحة ايه اتحسنت. فأكتر حاجة بتعالجها هي استخدام زيوت طبيعية، المساج، الرياضة بيحسنها جدا. طب من أفضل الزيوت الطبيعية اللي بتحسن العلامات التمدد خصوصا الحمراء هو زيت جوز الهند. فزيت جوز الهند الطبيعي اللي هو بيبقى بيتجمد ده في الشتاء، أو لو مطلعينه من التلاجة بيبقى عامل زي الزبدة أو الشيا بتر كده، إن أنت بتجيبيه وتحطيه ما بين إيديكي وتبدأي تعملي تدليك. طبعا المساج، يبقى إحنا عندنا زيت جوز الهند مع المساج بحركات دائرية بيعمل تنشيط للدورة الدموية، والحركة دي بتحسن جدا طبقات الجلد وخلايا الجلد. كمان من أفضل الزيوت اللي هي يعني أكنها زي زيوت البشرة، كمان زيت الجوجوبا. يبقى زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند، عايز أقول لكم زيت الجوجوبا ده حلو قوي كمان للبشرة. في ناس يعني مش بتحب تستخدم الكريمات فعايزة حاجات طبيعية، فممكن تستخدم الحاجات الطبيعية. طبعا الكريمات بيبقى فيها مستخلصات، مستخلص العرق أسوس، مستخلص الترمس، فيها مواد تانية النياسينامايد والكولاجين وحاجات كلها، بس الكولاجين ده يعني ايه يعني هو مش مفيد للبشرة. باقي الحاجات الهيالورونيك اسيد، الحاجات دي كلها الكريمات طبعا مفيدة جدا للبشرة، لكن في ناس حابة انها تستخدم حاجات طبيعية. بس فعلا زيت الجوجوبا هو اكتر زيت، يعني هو اصلا انت لما هتقري على اي كريم هتلاقي فيه زيت الجوجوبا، مستخلص زيت، يعني زيت الجوجوبا دي هتلاقيه في كل الكريمات والاي كريم والحاجات دي كلها، فزيت الجوجوبا ده اساسي. نفس الشيء هنستخدمه ازاي؟ هناخد زيت الجوجوبا بعد ما نكون واخدين شاور دافي. الكلام ده خصوصا للحوامل. انا قلت قبل كده انت حامل وبدأنا من الشهر الخامس، هنبدأ نعمل تدليك ومساج للثدي وكمان للبطن. طبعا الصورة الشهيرة اللي كلكم عارفينها، ويعني هو ده هيكون شكل بطنك في الشهر الثامن والتاسع لو انت يعني ايه في اول الحمل. الخطوط الحمراء دي والبني بتبقى مالية البطن ومالية الارداف، وفي ناس بيجيلها في الرجلين وفي ناس بيجيلها في الدراعات من هنا، فيعني بيبقى شكلنا صعب. مش عايزاكي بقى تيجي على نفسيتك الجنة تحت اقدام الامهات. حضرتك عشان تكوني ام لازم بتمر بمرحلة الحمل والولادة والرضاعة، بعد سنة من الرضاعة كده ابدأي بقى ايه العبي رياضة وكلي اكل صحي وامشي واعملي مساج. بس انا عايزة اهو اقولك المساج من اول الشهر الرابع او الخامس، حركات دائرية للبطن للثدي عشان بنهيئ الصدر للرضاعة، سواء بزيت الجوجوبا او زيت جوز الهند. في ناس بتسألني على
زيت الزيتون. بصراحة انا ما جربتش زيت الزيتون، ويعني مش عارفة، بس اعتقد ان هو ايه، في ناس بتقول بيجيب نتيجة، في ناس بتقول ان هو بيغمق وبيكتر الشعر، فبلاش من زيت الزيتون، خلينا مع زيت جوز الهند او زيت الجوجوبا. وطبعا ممكن تستخدمي الكريمات المخصصة للستريتش مارك الحمراء او اللي بتبقى بني شويه. بصراحه العلامات التمدد البيضه علاجها صعب، وفي ناس بتقول ان في ليها جلسات بليزر او جلسات يعني باجهزه معينه، انا ما جربتهاش، لكن المعلومه اللي اقدر اقول لكم عليها ان نسبه تحسنها بسيطه جدا. فحرام بدل ما تصرفي فلوس كتير على الارض، لو عندك العلامات البيضه دي يعني بقى حاولي ايه اقلمي نفسك عليها، العبي رياضه. بس اعتقد ان المساج في جميع الاحوال بيجيب نتيجه، المساج مع حرق وتنشيط الدورة الدموية بيحسن أي حاجة. فحاولي ركزي على المساج، لأن في حتى سبا أو أماكن معينة بتركز على موضوع المساج دي وبتجيب نتائج حلوة جدا. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكوا كلكم. لايك وشير وسبسكرايب.